ما شاء الله أظهر يعني كفاءة غير عادية في جميع المباريات، وطبعا المباراة النهائية حتى يمكن كان هم المفروض يكسبوها، لكن يعني كويس إن هم جم وخدوا المركز الثاني على العالم، على دول العالم. الاتحاد هو اللي بيعد الناس، بينتخب الناس، بيكون منهم الفريق، بيدربهم مدى على فترات طويلة. هو الحمد لله بفضل الله الفرقة تعدت إعداد كويس، وبقى لها فتره كبيره معسكرا في المركز الاولمبي. طبعا خاضت التصفيات بتاعت افريقيا والحمد لله طلعنا اول، وبالتالي كنا احنا اول افريقيا ودخلنا وصلنا كره كاس العالم. ومعلومه يعني ان فريق تركيا في كاس العالم اللي فات 2008 كان بيلعب النهائي مع المانيا، يعني تركيا والمانيا كانوا بيلعبوا مع بعض، فدي تاني مره توصل للفاينل، فكان صعب جدا ان هي تفرط فيه يعني وفي ارضها، فدي كانت احد الصعوبات اللي قابلتنا. بس التكريم ليا انا، تكريم للرياضيين، تكريم للرياضه، تكريم لكره القدم. جايين نشكرهم، نقول لهم كتر خيركم، عملتوا حاجه جميله جدا، ونشكرهم على اللي قدموه، وان شاء الله عز وجل الفتره اللي جايه يكون فيه اهتمام اكبر بيهم، وزي ما عملنا لهم تقارير كتيره جدا قبل السفر واثناء التدريب والمعسكرات، ان شاء الله كمان يكون فيه اهتمام اكبر الفتره اللي جايه. الوضع الطبيعي ان احنا لازم كلنا نكرمهم، ان لم تكن البلد تكرمهم احنا نكرمهم، لكن هو في الاساس لازم البلد تكرمهم، يمكن الظروف اللي احنا فيها مش مساعده. الحقيقه احنا مدينين لهؤلاء، هم صانعوا فرح المصريين، صانعوا بهجه للمصريين، هؤلاء اللي بيعملوا بدأب وتحدي واصرار وعزيمه، ما بيلتفتوش لحد، كرمهم ما كرمهمش، احتفى بيهم ما احتفلش بيهم، دول عندهم هدف واضح يثبتوا للناس ده الشباب المصري الملهم الحقيقي اللي صنع الثوره، قادر على صنع انتصارات مصريه مره اخرى. هم اسره واحده، مجموعه واحده، متالفه، متعارفه، متعاونه، من كل محافظات مصر، سمر فيهم سمر الطمي النيل، بيحققوا ويرفعوا علم مصر مره ثانيه. تحية لهؤلاء وبنشكرهم فعلا وبنشد على ايديهم. نسيب بس ان احنا نرتب الاوراق الفتره الجايه، انما اكيد هم هيبقوا مجال الاهتمام الاول بالنسبه لنا، يعني احنا شايفين مش بالنسبه للمنتخب ده بس، بالنسبه لحالات كتيره جدا موجوده عندنا هي اللي بتحقق. يمكن اللجنه الحره اللي فيها عندنا بنطلع بنجيب ميداليات اكتر ما بنجيبها بالنسبه للاسواق، ربنا يقدرنا باذن الله ان احنا نحطهم تحت عينينا ان شاء الله. لا يعني احنا كنا نقدر نجيب بطولة كاس العالم، بس كل يعني احنا بقى لنا اربع مباريات بنلعب واحنا صايمين، وطبعا يعني الحمد لله يعني مركز تاني بالنسبه لاول مشاركه لينا، ده انجاز ما حصلش في مصر قبل كده في اي لعبه جماعيه، واحنا محتاجين بس مسانده يعني المسؤولين على اساس يكرموا الناس دي ويحسوا ان هم يعني عملوا حاجه لمصر. بيقول لحضرتك انا مبسوط من الاستاذ احمد ابو هشيمه اللي هو صار شركه مصير الحديد، وان هو كرمهم، وان شاء الله بعد كل تكريم هيحاولوا يجيبوا البطوله، يعني ان هم مبسوطين ان هم كرموا. هو كان زعلان، زعلان جدا ان هو ما فيش حد يعني من المسؤولين مش مشكله مهتم بيه، مهتم بيه، وما حدش سابهم في المطار، والحمد لله النهارده مبسوط، النهارده مبسوط جدا. بيقول لك يعني بيقول لك مساعده ما فيش من الاعلام، احنا عايزين الفتره الجايه ان هم يكتبوا علينا في الجرايد ويهتموا بينا شويه. ان شاء الله. تمام؟ مصر كده يعني علامه مصر. حركه كده.